مجمل أو معظم الأعمال التي قدمتها يسرى والتي تعنى بقضايا المرأة. كذلك هناك قرارات رئاسية وحكومية تصب في مصلحة المرأة، وسواء كانت المرأة العاملة أو ربة في المنزل. ما هو تقييمك يسرى كنجمة للامتيازات التي تحظى بها المرأة في السنوات الأخيرة؟ لا، أنا بعتقد أن المرأة تحظى بمناصب مهمة جدا، بقوة في قراراتها، في شغلها. أنا بعتقد أن احنا في وقت منصف جدا للمرأة من ناحية القرارات السياسية، أو من ناحية العطاء للفرص للمرأة أنها تكون أو تخوض مكانة كبيرة. ما هي العوامل التي تساعد بشكل عام لتجعل من المرأة قوة ديناميكية برأيك؟ أنا بتصور أن المرأة قوية في كل الأحوال بدون أي عامل، من غير أي حاجة. هي ست قوية، الست قوية، الست لما بتعوز حاجة بتعملها عشان كده يقولون وراء كل رجل عظيم امرأة، وراء كل امرأة عظيمة نفسها. لا يمكن أن نغفل كذلك أنه عن أن الدولة كما تهتم بالأمور التي تخص وتعنى بالمرأة، هي كذلك تهتم بمجال الفن بشكل كبير جدا. فكيف ترين انعكاساته على الحالة الفنية العربية المصرية، خصوصا وأن نرى أن الفن المصري بشكل عام جمهوره يعني يمتد ممكن نقول من المحيط إلى الخليج بشكل كبير؟ ده حقيقة، لأن لما تيجي تشوفي تاريخ الفن المصري، تاريخ الفن المصري احنا بقالنا أكتر من 100 سنة، أكتر من 100 سنة الفن المصري فقط عمره أكتر من 100 سنة. الفن المصري هو اللي ربط، وكان ده معروف جدا انه ربط كل المنطقة العربية ببعضها، وحد يعني وحدنا. يعني هتلاقي في تونس بيعشقوا السيدة أم كلثوم، هتلاقي في المغرب كذلك بيعشقوا عبد الحليم، هتلاقي هتلاقي في كل المنطقة العربية في حب عظيم للفن المصري وللهجة المصرية. بدون شك في تطور حصل في كل المنطقة العربية، من ناحية الفن، من ناحية التكنيك في الفن، من ناحية ازاي بقى فيه، علشان بقى فيه السوشيال ميديا، فبقى فيه حاجات كتير، عندك مجالات كتيرة قوي تقدري تفتحي فيها على التليفون دلوقتي. تقدري تعملي كل حاجة. اللي عايز يمثل النهارده بيعمل ابلكيشن بينزل يمثل. فالتطور ده هتبصي تلاقي ايه، كل واحد شايف نجم قدامه بيتمنى ان هو يكون مكانه فيسعى الى ذلك. ودائما نرى بان مصر هي دائما الام او الحاضنه للجميع من مصر الحضارات. حاضنه بدون شك، ومصر ربنا مديها في فنها، ربنا مديها حاجه مختلفة خالص، يعني ليها طعم، ليها مذاق خاص، وكله بيحبه. زي ما تقولي في أكلة حلوة كده بتحبيها، كلنا بنحبها باختلاف أذواقنا بس بنحبها. بيل جيتس قال أن النجاح معلم سيء، لأنه يجعل الأذكياء يظنون أنهم لا يخسرون. لا، ده صح جدا على فكرة، بس الذكي اللي يتصور أنه مش هيخسر يبقى غبي قوي. تعرضتي أنت للخسارة يسرى في الوقت التي كنت فيه تعتقدين أنك نجحتي؟ لا، أنا عمري ما اعتبرت أن أي نجاح ليا أن أنا يعني وصلت للماكسيموم. أنا بالنسبة لي النجاح ده لسه في البداية، ولو أنا وصلت لمرحلة نجاح وتصورت أن أرض تهدم عليكي أدي أبقى ست غبية، وأنا أوحش حاجة أني ممكن أسمح لنفسي أني أكون غبية. ولأنك تطبقين أو تأثرت بنصائح الراحل عبد الحليم؟ لا، مش بس كده، بالتجارب واللي بتشوفيه بتعرفي انك انت صح. عمرك ما تقولي انا ناجحه ماكسيموم، انا فاشله ماكسيموم، مفيش ولا ده ولا ده.
هاتي اي نجم في العالم، اعظم نجم في العالم، لو قلتي مثلا ان هو مثلا الباتشينو، لو قلتي ان هو روبرت دينيرو، لو قلتي ان هي جوليا روبرتس، عايزه تفهميني ان هم اي فشل بالنسبه لهم، اي فشل بالنسبه لهم في اي فيلم شافوه ان دي اخر الدنيا، او اي نجاح جنوني في اي فيلم انهم وصلوا للقمه. لا، احنا ما بنوصلش عاده للنجاح بدون ان نفشل. بصي، لا في ده ولا في ده، من غير ده الفشل ممكن يؤدي للنجاح، للنجاح، والنجاح ممكن يؤدي الفشل. واعتقد ان النجاح اللي ممكن يؤدي الفشل لما انت تتصوري انك وصلتي وتربعتي وان مفيش حد هيقدر ياخد مكانك، ياخد مكان كانك. لا، وصلت لمرحله من الغرور، فهذا ممكن يؤدي للفشل. مش بس الغرور، عارفه مرات الثقه زياده تبقى غلط، هز مكان. مش بس لا يقتصر نجاحك في الأعمال الفنية دراميا وسينمائيا التي قدمتها، وإنما كذلك هناك للنجمة يسرى جانب إنساني عظيم. أنت من الفنانات العرب القلائل المفعل دورها في الأمم المتحدة والمعنية بمشروع الإيدز HIV regional، في الريجن كله. ما المشروع الذي تريدين تحقيقه في هذا الملف، خصوصا وأنه الأهم في الشرق الأوسط وفي أفريقيا؟ أتمنى أن إحنا نلاقي الدواء للمرضى بهذا المرض، أو وأن ما يحصلش وصم لهؤلاء الناس. وأتمنى أن إحنا لما نلاقي الدواء ده، وعلى فكرة ممكن نصنعه، وبتمنى أن إحنا نصنعه في مصر ونوزعه على أفريقيا كلها، لأن هيوفر حاجات كتير، هيوفر فلوس كتير، بدل ما تاخديه من بره وتصرفي كل الفلوس دي هيت. ولو المعونة ما جاتلكيش، الناس دي ممكن تموت. هل تسعين لتحقيق هذا المشروع؟ بتمنى. اتكلمنا في المواضيع دي كتير جدا جدا، وبنحاول نسعى لده، بنحاول نوصل للنتيجة دي. مسؤولياتك الفنية تزداد عاما تلو الآخر، والنجاحات كذلك هي متتالية. أنت عضوة في لجنة تحكيم الأوسكار، والفنانة فوزت 1000 بني آدم، يعني مش الكثيرون، وإنما الفنانة المصرية الوحيدة التي تم اختيارها. طيب، هل كانت لا، ومعايا متهيألي عمر سلامة ومحمد حبزي. هل كانت ترشيحات صائبة مثل ما حدث في أول عام؟ ما أنا لسه مخلصة الأوسكارز بتاعت السنة دي، وكانت الحمد لله صائبة برضو. فيعني ده امتحان ليا بقى. ليه؟ لما بتفرج على أفلام وبحكم عليها، ده بيبقى امتحان بيني وبين نفسي. هل أنا بحكم صح؟ هل أنا فاهمة؟ هل أنا متطورة؟ هل أنا ممكن حاجة ما تعجبنيش فتكسب فأسأل نفسي ليه ما عجبتنيش فأشوفها تاني؟ هل أنا كان تقييمي صح؟ بناء على ماذا يتم تقييمك؟ فندم؟ بناء على ماذا تقييمك؟ على تجربتي، على الفن اللي أنا شفته في حياتي وعيشته في حياتي، على كل حاجة. يعني انت النهارده لما بتشوفي فيلم، انت بتشوفي الفيلم ده، بتشوفي هل الموضوع تصوير، الاخراج، الممثل الاول، الممثله الاولى، الممثل المساعد، الممثله المساعده، بتشوفي كل ده، بتشوفي الكوستيومز، بتشوفي المزيكا، بتسمعي المزيكا، بتشوفي كل ده وبتحكمي عليه. احنا ما بنحكمش على حاجه واحده معينه. انت بتشوفي اكتر من 180 فيلم في حاجة صغيرة قوي، في وقت قصير جدا. الجيل السابق نظرته ليسرى هي نظرة أنك الأيقونة أو الفتاة الموهوبة، نظرة جيلك لك أنك فرد من العيلة، ونظرة الجيل الذي هو أصغر أنت قدوة إنسانية وفنية بالنسبة إليهم. كيف تستطيع يسرى معاصرة كل الأجيال؟ بصي، أنا بعمل كل واحد بطبيعتي، يعني بعمل الجيل الصغير على اني قده وزيه وفهماه وصاحبته، ويجوا يحكوا لي واحكي لهم وكل حاجه.
وياخدوا مني نصايح معينه، يعني لو حد مر بظرف ما او اي حاجه، هم مرات ياخدوا بالهم مني، لما يلاقوني تعبانه، لما يلاقوني متضايقه، لما يلاقوني عصبيه، لما يلاقوني هم ياخدوا بالهم مني. يعني صدفت من كام يوم ان انا كنت في حاجه كده كانت مضايقاني، فاللي حصل كلهم كل يوم بيسالوا عليا، كلهم كل يوم بيسالوا عليا انا بطمن عليك انت كويسه انت كويسه. قديش بيعني لك اليوم حب الناس ليك؟ ده اغلى حاجه، لان ده يعني لاف، حب بدون شروط، بدون انا بحبك فانت لازم تديني مقابل، ده حب غير مشروط، ده حب في المطلق، ده حب ما فيهوش يعني ملوش ثمن، ثمنه غالي قوي ما تقدريش ابدا تلاقي ثمنه وتدفعيه.